بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعونا الكرام، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواصل معكم من هنا من أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومع سن الإجداع لهذا اليوم، سن الإبداع والإمتاع، مع مهرجان سيدي أبو خالد حفظه الله ورعاه، وتحدينا السابع والمخصص للقعدان المحليات الأصايل والستة كيلومترات هي المسافة الحاضرة لهذه الانطلاقة. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين. أتابع شاهين من يأتي على أول المراكز، لينطلق صالح بن محمد بن حبتور العامري ويقدم شاهين لصدارة هذا التحدي. أما ثانيا وصل الوسمي ليتقدم محمد بن غريب بن راشد بن مصبح، محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي. أما ثالثا وصل هناك وتقدم ملفت أحمد بن سالم بضفيرة العامري. أنتقل لرابع المراكز لأرى وأتابع غازي أحمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري، واصل في هذه اللحظات مع رابع المراكز. وخامسا تحرك بشار سعيد بن محمد بن خالص العامري. أما سادسا وصل الظاهري ليدفع بمعزز مع سادس المراكز بشعار محمد بن راشد بن تريس الظاهري. وثامنا أشوف الرمح واصل في هذه اللحظات ليتقدم سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي. وتاسع المراكز وصل نبه لينبه الجميع عن وصوله في هذه اللحظات، خليفة بن سليم بن محمد السعدي. وعاشر المراكز لأختم به نداؤنا الأول ورحلة العشر المراكز الأولى، وصل سرمد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. هذا هي النتيجة ونداؤنا الأول للعشرة المراكز تجولنا ما بينها لنذيعها عليكم بالوفاء والتمام. لأعود من جديد، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى شاهين، إلى العامري. لا زال هو من يأتي مع أول المراكز حتى هذه اللحظات لتنتصف المسافة 3 كيلومترات. انغضت يا ملاك ويا مضمرين، وما بقى إلا مثلها أو أقل نحو الانتصار. شاهين بشعار صالح بن محمد بن حبثور العامري يأتي مع أول المراكز، لكن حذاري من تقدم في هذه اللحظات. أما ثاني المراكز الوسمي قادم محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي، واصل وقادم مع ثاني المراكز. وتحرك غازي ليبدأ بالغزو نحو المقدمة، أحمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري. وتحرك بشار سعيد بن محمد بن خالص العامري في هذه اللحظات ليندفع مع رابع المراكز. أبو ظفيرة واصل، أبو ظفيرة قادم مع ملفت بشعار أحمد بن سالم أبو ظفيرة العامري مع خامس المراكز. ووصل بن سميط ليدفع بمصدر في هذه اللحظات، أحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن سميط. وتحرك الرمح ليندفع الدرع في هذه الأثناء.
سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي وتحرك وتسلل هناك مرموق ولد لهذا الشعار سالم بن دويس بن علي الخيلي وتحرك مسيان محمد بن سلطان بن رشيد السويدي وأشوف غرار وصل القحطاني فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني هكذا هي النتيجة ونداؤنا الثاني يا ملاك ويا مضمرين لأعود من جديد أعود للعامري بشار يا بشار يا بشار غير نحو الصدارة نحو المقدمة نحو المركز الأول سعيد بن محمد بن خالص العامري ينطلق ليتقدم الأسماء ويقود مسيرة الجذاع القعدان في هذه اللحظات لكن حذاري حذاري من الوسمي من شعار محمد بن غريب والراشد بن مصبح الاكتبي وعاد إليكم من جديد شاهين مع شعار العامري صالح بن محمد بن حبتور العامري وتحرك الخيلي ليدفع بمرموق وصلت الشعارات تقدمت الأسماء في هذه اللحظات الله الله مع اقترابنا من لوحة الإعلان يا ملاك يا مضمرين الكيل الأخير الكيل المثير كيل السرعة كيلو الإثارة احلوت المنافسة بدأت السرعة لتنطلق القعدان أول المغيرين مرموق يا مرموق سالم بن دويس بن علي الخيالي لكن شوف بضفيرة شوفوا ملفت أحمد بن سالم بضفيرة العامري هو القادم بشار مع بن خالص وتحرك الرمح مع الدرعي وواصل بن غريب لكن أعود لمرموق إلى شعار الخيالي من يأتي مع المقدمة مع آخر الأمتار يا ملاك ويا مضمرين روح مرموق 400 متر يراعي مرموق يا الخيالي سالم بن دويس بن علي الخيالي والعصا في الطان أصدر التعليمات ليودع الجميع ليذهب بالانتصار والناموس ليهدي أهالي العين هذا الانتصار محملا مع مرموق سالم بن دويس بن علي الخيالي أبدع وأمتع وتميز مع المركز الأول سلام سلام تحية واحترام محملا لشعار الخيالي أما ثاني المراكز من وصل كان قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني وثالثا كان ملفت احمد بن سالم بضفيره العامري ورابعا تقدم بشار سعيد بن محمد بن خالص العامري وخامسا كان الوصول والقدوم من قبل مياس محمد بن بخيت بن لوتيه العامري اذا تهانينا والناموس لاهالي العين محملا مع مرموق وبشعار السيد سالم بن دويس بن علي الخيلي من ذهب بالناموس والانتصار ليهدي اهالي العين هذا الانتصار بتوقيت وقدره 9:21 جزءا يتيما من الثواني اما ثاني المراكز من وصل كان الوصول والقدوم من قبل قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني ليصل بتوقيت وقدره 9:27 وفاء وتماما وكمالا اما ثالث المراكز كان ملفت احمد بن سالم بضفيرة العامري ليأتي بتوقيت وقدره 9:27 ثلاثة اجزاء من الثواني تهانينا والناموس لجميع الفائزين